كنتو الناس كنوا بخير وعلى خير صحة جيدة. الغزاز ديالي اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله معرض لواحد العرس تركي صح الزوج ديالي. اليوم البنات قررت نلبس هاد الجديد، بهاديك النهار لبست الموف ولبست دابا اليوم هادي شيبية، نوريو حتى حنايا التقاليد المغربية ديالنا كيفاش دايرة. المهم الغزالات ديالي بنوتي لبست هاد البينك هانتوما كيف ما كتشوفوا. الغزالات ديالي اليوم غنعرفكم على التقاليد التركية وكيف دايرة الأعراس ديالهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى إن شاء الله كل شيء يدوز بخير والفيديو يكون بخير. الخير تبارك الله الدفق ديال العرايض نشارك مع خواتاتي العرايض، نحيد عليكم تنتوما الهم والغم. يلا خليكم إن شاء الله. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نتعرف وغادي نكتشف لاول مره غنحضر فارس تركي. منها غادي نوريكم يعني كيفاش التقاليد ديالهم في الاعراس، ما هو الاكل ديالهم في الاعراس. انا عاد هنا البنات كنكتشف وغادي نشوف شنو كاين، وشنو كيتكال، شنو كيدار، واش بحالنا بحالهم واش لا. المهم هذا هو الطبق ديالنا كيف ما شفتوا، هذا هو الـ يعني العشاء اللي دايرين يعني للضيوف كيف ما كتشوفوا على عينيكم. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ان شاء الله تنعاود لكم العرس كي داز وشنو فيه وشنو اللي زوين وخايب. المهم الغزالات ديالي هنا كيف ما كتشوفوا هنايا واكله خلق السعاده. انا واحد الصديقة ديالي جالسين كنهضروا شوية وكناكلوا شوية. مهم كيف ما كتشوفوا شنو كتعرفوا علينا حنا المغربيات، حنا المغربيات معروف علينا النشاط والضحك. مهم الإنسان هو اللي يخلق السعادة. هذا الجزء الثاني لان البارح البنات جيت من العرس انا وبناتي مهدودين يا اختي والله يعز الله يعز المغرب وعرسات المغرب. المهم الغزالات جيت انا وزماني هنا نفطروا، ايوا قلت لها خويا ديني نفطر، قال لي مالك وليتي وزيره كل مره نفطر الزهر مال اختي الوزير باش تسال مني. انتم اختي على الراجل، انتم اختي ما داير فيا. المهم احنا جايين نفطروا هنايا، جريت وقلت ليه غادي تديني نفطر. ايه البنات ما غزالات نفطر قتلني الجوع قتلني الجوع. المهم البنات ها انتوما يا اختي كلشي موجود تبارك الله الخير.
ها هي اللي كتعجن عجنات كلشي هنايا الخيرات ما شاء الله. جيت الاكسيون باش ناخذ ليهم هاد التقاشر، مع دابا لقيتها اللي كياخذوا فيهم الناس التقاشر ما لقيتهمش، ما كاينينش، غادي لا تطربوش بحال المجده. جيت الاكسيون منها ضويره ومنها نشوفوا واش كاين، ومنها الا لقيت هذوك التقاشر البنات ناخذهم، واخا طلبوني غير على طلبوا لي غير النور حاليا، ولكن ناخذ حتى الغزال حيت ما كيبقاوش البنات. غادي نشوف نقلب وندير لكم نيت هنايا ضويره يا اختي دره شرفيه. زالت هانتوما جابو عاوتاني هادو، راه ما كانوش ديك النهار جابو هادو، ها هما كيف ما كتشوفوا البنات، ها هو بلات ميت شبيغل داير 4.98 البنات، فيه 37 على 23 على 5 سنتيم. هادو هما دوك الصواني ولكن خفاف البنات، الصواني ديال المغرب دايرين 8.95. هانتوما نوريكم الجديد، الجديد هو هذا، هادو ديال الحديد، ديال الحديد ماشي جاج، شوفوا كاينين هادو وكاين هاد الشكل هذا، ها هو وكاين البنات هاد الشكل هذا اللي فيه هاد الزواقه هادي. هانتوما هادو هما اللعيبات اللي لقيت هنا، زعما ديك النهار ما لقيتهمش زوينين هادو البنات، هادو تحطوا فيهم بريوات، تحطوا فيهم شي حاجه حلوه، تحطوا فيهم كل شيء. الزلاس ديالي بالنسبه للمالطات نوريكم يعني اللي جايبين دابا، كاين هادو اللي كيداروا فوق الصوفه اولا الا بغيتي تغطي بها هكذا ملي تكوني جالسه، كاين هاد الشكل هادي دايره 8.95 البنات، كاين هادو 11.95، وكاينين هادو البنات اللي دوبل بحال هكذا، هادو ما عرفتش واش ثمنهم 6.95 ولا ما عاد. المهم الغزالات كاينين هادو 15.95، وكاينين هادو فنين، هادو عاوتاني البنات كديري الكوفرلي وكتحطيها هي فوق منها هكذا في القنيته ولا نتاع الناموسيه ديال، كاين هاد الباج وكاين هاد الصفراء هادي، كاين هادو هما اللوان اللي جابوا دابا. هانتوما هادو هما اللوينات، وبالنسبه لهادو اللي كيكونوا مدوبلين دايرين 12.95 الغزالات، وهادو هما اللي واعرين البنات فنين، كيحمقوا الغزالات ديالي وفي الكري، وراكم عارفين الكري كيجي معاه كلشي. شوفوا كي دايرين البنات، دايرين قولوا 30 أورو، والمخدات ديالهم تقريبا في اللون ديالهم دايرين هنايا اللوان كاع ديال لي كوفرلي اللي كاينين هنا. شوفوا هادي 5.79 أورو، شوفوا البنات الكاليتي كي داير. هانتو شوف فيها جوج ثلاثه المخدات، جوج كبار وحده في الوسط، فنين بوينا كاليداد البنات، الكاليتي ديالهم زوينه. هانتوما وكاين هاد الكري هذا اللي شويه مفتوح، وكاينين هادو البنات اللي دايرين 13 اورو، هادو المهم ما بيهمش ولكن هادو هما سيادهم. شوفوا كي دايرين غزالين البنات كيحمقوا، المهم عطاها الله الخير، خص غير البين قال البنات، خص غير الفلوس. المهم الغزالات جابوا هاد الزربيات، هاد الزربيات هادو فيهم 1.33 متر على 1.90 متر، شي ب 37 أورو، ماشي 38 وشي قولوا ب 40. هاد السوايع هادو هو الجديد عاوتاني، هاد الساعات هادو شفتهم ديك النهار، نوريكم بلاصتهم فين هي، دايرين 7 أورو. كاينين هادو على هاد الشكل هذا، وكاينين هادو على هاد الشكل هذا، هكا تحطيها في شي موبل. هانتوما كاينين جوج تشكيلات، هادو دخلت لتيدي باش نشوف التقاشر، ولقيت البنات دايرين انكيبوت 50%، كاينين تريكوات فنين، تنمشي للدار البنات ونوريهم ليكم، شي ب3 أورو شي ب5 أورو داير لك 50%. المهم الغزالات انا هنا كنقلب اللي بغات تجي لتيدي. الغزالات ديالي دوزنا النهار زوين، مهم نوريكم نقول لكم واحد العادات اللي هي كيديروها في الاعراس التركيه، يعني ملي كتجي داخله العروس
كيلقيو ليها واحد القله، القله ولا بحال هذيك اللي كنقولوها الطنجيه المراكشيه، المهم بحال هكا ديال الطين، وكتكون وكيهرسوها ليها عند رجليها، وكتكون فيها الحلوه وداك الشيء كيهزوها الدراري. حنايا لا، حنا ملي كتدخل العروسه كتشد الحلوه وكترميها، فهمتوا؟ يعني كل واحد والتقاليد ديالو. زيدوا عليها البنات ان في الاتراك مقارنه معنا حنا ما كيديوش الهدايا، يعني ما كيديش مثلا بحالنا حنا يشبعوك غا كيسالو مالطاج هما كيعطيو الفلوس، كيعطيو فلوس مهمه، كيعطيو الفلوس، ما كيعطيوش الكادو، الفلوس كيديروا الغرامه، والعروس كذلك. انا ما بغيتش البنات نصور، لان فهمتوا الانسان كيكون جالس يعني على نيته، تجي تصوري تحطي يعني في هذا، يعني ما جات. المهم العروس حتى هي داروا ليها يعني سميتو اش كيقولوا لهذوك الزروره، ولا ما عرفتش كيقولوا لها، دابا قلتها لكم دابا، يعني كيعطيو العروس، جابوا لها سناسل ديال الذهب، جابوا لها لي بغاسل ديال الذهب، يعني مقارنه يعني مع المغرب، يعني هذه الحاجه زوينه الصراحه. الله ان الانسان ما يجيبش يعني طباصل وجيب كيسان، هل يجيب براد، هل يجيب غطايه ديال الصينيه، هل يجيب، يعني فهمتوا هنا هاد القضيه اللي في الاتراك زوينه، كتدي فلوس، كل واحد كيعطي، كاين اللي كيعطي 1000 اورو، كاين اللي كيعطي 150، كاين اللي كيعطي، كل واحد كيعطي على قد جهده. وتبارك الله قال لي راجلي تبارك الله ما شاء الله الغرامه، عطاو فلوس صحيحه، وراكم عارفين اوروبا. المهم الزرس ديالو بالنسبه لي يقول لي ملبسه لبنتك لاغوب مع السبر ديال البنات، ها هي ها هو السبر ديالها، واخده ليها البنات، وقالت لك ما نلبسوش حتى ضرني في رجلي، وهي راه كتلبس 28، قالت لك حتى ضرني في رجلي ما نلبسوش، صافي قالت لك لبس بريتي، خليتها انا بناتي كنعطيهم حريه الاختيار، راهم صغار يلبسوا اللي يعجبهم. المهم الغزالات ديالي كنت كنقلب لهم على التقشيره كيف ما قلت لكم، هذيك التقشيره الا لقيتوها غير خذوها، شحال مره كنقول غناخذها غناخذها البنات وما خديتهاش، وفي الاخر انا بديت كنقلب عليها، ما خليت عليها الدري ديال الشارع العرب، ما خليت حتى شي قنت. دابا حتى غدا نمشي لغاينولدي نشوف السونتر، ما ربما نلقى، شريت الخطر صغير. المهم الغزالات دخلت للتيدي، غير دخلت كنقلب على التقشيره لقيتهم دايرين البنات 50% في الحوايج، وهما الحوايج ديال التيدي زعما غادي نشا البنات، يعني اثمنة جد مناسبه الصراحه. هادو الكينداغات من داكشي كيحمقوا البنات، شوفوا هذا دايرين فيه 50%، ها نتوما شريت لها هذا ديال يونيكور، خديت ليهم الصراحة ديال الله، ما كنتش عوالة، ولكن هذا واخا وقيلا غادي يجي غزال غادي يجيها واحد شويه كبير، ولكن هي تبارك الله مع عمرها يقدر يجيها، يقدر يجيها يديتها شويه كي طويلين، قلت اللهم ناخذوا ليها هو 104، هي نورمالمون كتلبس 98، كتلبس 100، كتلبس تقريبا قد نور، حيت هي عامره شويه تبارك الله. المهم خديتها، خديت ليهم بحال بحال، خديت ليها هذا ديال يونيكور، هي خديت ليها في السومو، هذا لقيته في البيض، خديت لها عاوتاني حتى خديت النور عاوتاني، هذا في هاد المونيكاس هادو، وسخونين لداخل البنات، سخونين فني داكشي غزال البنات. ها نتوما خديت ليهم هاد السراول هادو، ها نتوما دايرين 50% اثمنة جد 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 هائلة جدا. وعرفتوا البنات انا ياك اللي كيدخل كيعيط لصحاباته، كيعيط كل وحده هزات لي ليمون كتعيط، حيت داكشي داروا غير الصباح يمكن تقريبا. انا مشيت للتيدي نتاع شارع العرب، تقريبا التيدي ديال شارع العرب بحال هاد التريكوات هادو ما كاينينش، ما غتلقاوهمش. ها نتوما خديت ليهم هادو بجوج او ثاني سخونين، خديتهم لبناتي كناخذ ليهم بحال بحال، حيت عندي الدرايرات وبنتي الاخرى هي كتعرفني، كنلبس الاخرى كتقول لك انا بغيت، انا ملي كنشري لهم كنشري لهم كيف كيف، باش حتى وحده ما تقول لك انايا ما خديتي لي، والاخرى تقول لك انا عاوتاني بغيت نلبس. ديك اللغه ديال التازيزونيس ديال، خديت ليهم هادو البنات، هادو خديت ليهم هادو بجوجهم هما، خديت ليهم الصراحه، وكون كنت لقيت شي حاجه اخرى من غير هادشي كون كنت خديتها ليهم. هذه خديتها النور، ولكن غزال ما لقيتش ليها البنات، غزال ما لقيتش ليها، عرفتي شحال وانا كنقلب، شحال وانا كنقلب. ها نتوما وشوفوا فيها هاد الودينات هادو حمقوني يا البنات. المهم وخديت خديت ليهم هادي هكذا، وخديت خديت هادي هكذا، خديت ليهم بجوج بحال بحال، اللي كناخذ لهادي ناخذ الاخرى، ها هما خديت ليهم بجوج بحال بحال. ها نتوما دابا مع داخل راس العام، دابا صافي كيبقاو مره مره كيديروا كيديروا البروموسيون، الصراحه بروموسيون زوينه،
خديت ليها هذا عاوتاني النور، واخا نفس اللون ولكن كل واحد الزواقه ديالو. وهذا النور صراحه نور لقيت لها اكثر من غزال. ها نتوما هذا عاوتاني، هذا 110، الاخر 104. صافي هاد الغزالات ديالي، هادشي اللي خديت ليهم من تيدي. صراحه زوينين، ديال شي خريجه ديال كينداغات فين يوسخو. وعاوتاني بنادم ملي كيشري شي حاجه غاليه كيخليها للمناسبات، شي خريجه زوينه، شي حاجه. المهم الدراري الصغار كيكرفسوا. المهم خديت ليهم هاد الشيء زوين الصراحه والله العظيم. ها هما غادي نردهم هنا الميكا حتى نطوي لهم عاوتاني الماريو. الدراري دغيا كيترووا من الماريو ديالهم، نطوي لهم باذن الله ونحيد لهم عاوتاني هذاك الشيء اللي كنت حيدت ديك المره. غير هذه تقريبا شي شهر ونص رميت عليها شي حوايج ما صالحينش. صافي ودابا الغزالات ديالي انا خديت ليهم هادو حتى راس العام ان شاء الله نكمل لهم داكشي اللي بقى داخل راس العام، ونزيدهم سريولات ونزيدهم جاكيطات ونزيدهم. المهم الغزالات ديالي هادشي اللي خديت. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للاكل ديال العرس ديال الاتراك، نسيت ما قلت لكم حنايا كنتبرعوا الصراحه، كنديروا مملحات، كنديروا اما حوالات دجاج محمر ولا كديروا لحم بالبرقوق والدجاج. وهما لا هما ملي جلسنا في الطبله راكم شفتوا، دايرين مملحات، دايرين لي فخوي، دايرين المناضه، والطبق اللي كاين هو البرغل مع اللحم وشلاضه. والله يعاون، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. حنايا كنتبرعوا يا اختي، حنايا الصراحه حنا ملي كنديروا العرس كنديروا الماكلات تبارك الله ما شاء الله عندنا كبيره. ايوا اش غنقول لكم، الغزالات الله يكمل عليهم بالخير والله يسهل على اي واحد، واللي بغى شي حاجه الله يعطيها ليه، واللي باقي متزوجات الله يسهل عليها شي ولد الناس، واللي باقي متزوج الله يسهل عليه شي بنت الناس. المهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجديد. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون نال استحسانكم، وقولوا لي الفيديو الجاي البنات غندير لكم، حيت وليت كندخ ما بقيت عارفه ما ندير، ما نكذبش عليكم. كتبوا لي اللي عزيز عليا، كتب لي عاونوني بالافكار، عافاكم عاونوني بالافكار، شنو بغيتوا تعرفوا، شنو بغيتوا ندير لكم، شنو. يلا 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 العيالات، ونخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجديد. ومحا لكم.